راشد الوليد اللي كنا معاه في فيلم الطابع هنديرو المونتاج ديالو في هنديرو الصور ديالو في مدينة جدة وحاليا في مدينة جدة استاذ زرادة ان شاء الله ونتمنى ان نكونوا خير ونكونوا لا كنتوا في المستوى كنا في المستوى تبارك الله عليك ان شاء الله تبارك الله عليك انا حد حد سعيد لانني شاركت مع هذا الفنان الكبير الخالق انا اللي فرحان بكم الله يحفظكم تبارك الله ان شاء الله نشوفكم في شي عمل زوين اخر ان شاء الله انا كنشكر وكنشجع هاد الوليدات وهاد الشباب هادو لانه كل واحد عنده الحلم كل واحد عنده هوايتو كل واحد يقدر يحقق من خلال الفن يحقق سميتو وحتى واحد ما يقدر يقول له تبارك الله عليك